السلام عليكم، مرحبا بكم معي في القناة. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا نحضر واحد الحلوى اللي عندنا معروفة هنا في الشمال. صراحة كنشريوها من على برا، لكن اليوم ان شاء الله نحضروها في البيت بواحد الطريقة اللي هي سهلة وبمقادير ايضا اليوم متوفرة. اليوم نحضروها بمذاق ديال الكاكاو مع زيت الزيتون، الصراحة كتجي لذيذة بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، كنتمنى تعجبكم الحلقة اليوم، وقبل ما نمر لطريقة التحضير اللي باقا ما شاركش معنا في القناة تضغط على زر الاشتراك ثم يفعل الجرس باش يوصل ان شاء الله بكل ما هو جديد. ودابا نخليكم مع طريقة التحضير. فبالنسبة للطريقة والمقادير، أول حاجة هنا كنحتاج 500 غرام ديال الدقيق الأبيض من بعد ما حمرته وكنغربلو وكنستعملو، وهنايا كنضيف عليه 250 غرام ديال السكر كلاصي، كيمكن لكم تكتفيو غير ب 200 غرام ديال السكر. وهنايا كنضيف قشرة ديال الحامض، وكنضيف ملعقة صغيرة ديال القرفة، وكنضيف 100 غرام ديال اللوز مطحون. فبالنسبة للوز فهو عادي من بعد ما كنطحنو مزيان. وهنايا من بعد ما عملنا هاد المقادير هادو غنخلطو مع بعضياتهم. وهنايا كنضيف واحد الملعقة صغيرة ديال بودرة الكاكاو، انا نسيت ما عملتهاش في الاول، وكنرجع نخلط. وهنايا باش كنجمع الخليط ديالي، فانا هنا كنحتاج 250 مليلتر ديال زيت الزيتون اللي كنبقى نضيف شويه بشويه وانا كنجمع في الخليط ديالي. يا اما كيمكن لكم تقسموا الكميه يعني بين زيت الزيتون والزيت العاديه، يعني كيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما. وهنايا كنبقى نخلط بهذا الشكل هذا حتى كنحصل على واحد العجينه اللي يعني كتجمع. وهنايا من بعد ما ساليت الكميه ديال الزيت اللي عندي، فكنحصل على العجينه اللي كتجي بهذا الشكل هذا، يعني ما كتكونش يعني عجينه رطبه، ولكن كتكون بهذا الشكل، يعني اذا جمعناها راه كتجمع. وهنايا كنبقى ناخذ غير شويه ديال العجين واللي كنطلقوه بالدلاك بهذا الشكل هذا بالقياس اللي انا بغيت. فبالنسبه للتزيين يعني كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا هنايا كنستعمل البودره ديال اللوز اللي كنعملها فوق الوجه وكنطلق بهذا الشكل هذا، يا اما كتستعملوا الزنجلان، يعني كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. فكيف كتشوفوا معايا، فبالنسبه للعجينه راه كتجي هشيشه بزاف. هنايا كنبقى نجمع غير بشويه وكنطلقها بالدلاك. وهنايا من بعد ما كنسالي، فانا كناخد هاد القطعه هذه على الشكل دائري وكنبقى نقطعهم ومباشره كنعملهم فوق الصينيه اللي غتدخل الفران، كيجيو بهذا الشكل هذا. يعني هنا كتشوفوا الطريقه فهي سهله، فانا نبقى مستمره حتى كنكمل العجينه اللي عندي كامله بنفس الطريقه. دائما كناخدو غير كميه قليله وكنطلقوها وكنقطعوها بهذا الشكل هذا اللي شفتوا معايا. وهنايا من بعد ما كنسالي مباشره كندخل الحلوى ديالي الفران على درجه الحراره 170 درجه لمده ديال الطياب تقريبا 15 دقيقه. وهنايا من بعد ما كطيب الحلوى كنخليوها حتى كتبرد مزيان وكنقدموها بهذا الشكل هذا، يا اما كنستعملوها في الكويرطات اللي خاصين بهذه الحلويات هذو، يعني كيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما. والمهم هي ان هذه الحلوى هذه راه كتجي هشيشه بزاف. فبالنسبه للناس اللي كيقولوا حنا كنعدلوها ولكن كتبقى لاصقه، ضروري انكم كتستعملوها فوق الورق ديال الزبده، يعني من الاحسن باش ما كتلصقش معكم. ايضا هي كتجي هشيشه بزاف، يعني من الضروري انكم اما كتقدموها بهذا الشكل يا اما كتعملوها في الكويرطات، هيدا باش كتبقى محافظه على الشكل ديالها. فكيف شفتوا الطريقه معايا فهي سهله وبسيطه، واذا تبعتوا الطريقه والمقادير اللي قلت لكم كونوا متاكدين بانها تصدق معكم، لان كيف شفتوا معايا فانا عدلت قدامكم نفس المقادير، يعني ما زدت ما نقص، وحصلت على الحلوى اللي صراحه كانت جديده بزاف، يعني تقريبا بنفس المذاق بالحلويات اللي كناخذوها من على برا. كنتمنى انكم تجربوها، كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه اليوم، واذا عجبتكم الحلقه ما تنساوش تمنوا الاعجاب، وايضا تشاركوا الفيديو ديالنا مع الاصدقاء ديالكم باش كتعمل فائده ان شاء الله للجميع. ودابا نخليكم على خير، والسلام عليكم.